ما انا بقول لك يا انجلين ان هما برضو زي ما الموضوع اتاخد عنك ان انت غلطتي في النص، بس انت قدمت توبة، الراجل اعترف بغلطه خلاص. يا جماعة انسوا بقى انسوا. دكتور لما التلاميذ كانوا بيرقصوا كانوا يضعوا الايدي مثل حنان، دي موهبة ربنا بيديها للناس، مش معناها ان الناس هي متسلطة على الموهبة، ولكن معناها ان الله بيفتح، معناها ان الله بيدي بيسمح ان اعطيت الروح القدس تبقى من خلال الاساقفة، من خلال الاسس، من خلال الاوامظة، ده مش مشكلة. بس ما ناخدش الموضوع من بره سياقه، زي ما اتعامل مع انجلين اتعامل مع فرتان. خلينا سواء انجلين او فرتان من الاشخاص المحترمين جدا على التيك توك، الاتنين هم اتكلموا وقالوا ان احنا كنا غلطانين خلاص. ايوه يعني تعليم رسولي، ايوه من خلال الكنيسة، مش بمعنى ان الكنيسة ليها تسلط على الروح القدس، حاشا ده الله، ولكن معناها ان مواهب الروح القدس بتبقى من خلال الكنيسة مش من خلال اي حد. وكان معانا الاسيس سيف قال برضو جملة، قال مش اي حد يعمد، قال مش اي حد يعمد، الاسيس سيف في الكنيسة المعمدانية قال مش اي حد يعمد. ما ترجعناش بقى تاني للمواويل الشخصية او المواويل، خلينا احنا كده لغاية دلوقتي في المواويل العقائدية، اوكي مفيش مشكلة عندي. اتاخد على الاثنين سواء الاخت انجلين او الاخ فرتان ان هم قالوا حاجة وبعد كده رجعوا قالوا ان احنا كنا غلطانين في طريقة التعبير، خلاص خلصت. ما هو من خلال الكنيسة يا اخ فرتان، سيبك من اللفظ، شوف المفهوم من خلال الكنيسة بمعنى ايه. انجلين عايزه تطلعي اطلعي، بس كلام اكاديمي يلا. هو انتوا خايفين مني دي كده كلكم؟ هو انا المفروض اطلع اشتم يعني؟ انا مش خايف من حد، انا بتكلم في سكه ان انا عايز المناقشه تبقى اكاديميه، مش عايزين نتكلم مع اشخاص. زي ما حصل مع انجلين معاكي دلوقتي حصل مع فرتان. فرتان لا بيقول عزيزي، الفرق ما بيني وما بينك اكتر مش عايزين. انا ثواني بس ثواني، انا هقول بس حاجه ومش هعمل حد يعني. تمام انا اعترفت ورحت فوق وقلت انا غلطت، الاعتراف ان انا غلطت بقى اعتراف تمام، وقلت ان انا سالت كمان عبد الكاهن على الخطيه اللي انا عملتها وقال لي هي خطيه لكن ليست انجلينا. قلت لك ابعت واطلعك دلوقتي في شويه يلا، بس هنتكلم كلام اكاديمي. لو هتجيب سيره حد او انجلينا هتجيب سيره حد او اي حد عندي هيطلع البث هيجيب سيره حد ما يطلعش. لو هنطلع نتكلم ان دلوقتي في الحدث الموجود بنتكلم ان انت قلت ان فرتان عمل كذا، فلو هتكلم دلوقتي فرتان ثانية واحدة انجليه، فرتان دلوقتي اخونا الارميني فرتان قال ان هو رجع يقصد حاجة معينة، هو رد دلوقتي بشوي في ايه، هو رد قال ان هو غلط، هنعلق له المشنقة؟ لا طبعا لا، بالعكس انا قلت له العتاب ما بين الاخوات محبة، انا كتبت دلوقتي كده قلت العتاب ما بين الاخوات محبة، انا لو مش بعايزك اكيد مش هعد بالظبط. فنفس اللي حصل معاكي حصل معاه، هو غلط وهو بيتكلم عن الروح القدس، اوكي قال انا غلطان. الفكره ان كان كله بيهاجمني في نفس الوقت ان انا مجدفه وبجدف على الروح القدس، الحقيقه مش كده. قلنا يا انجلين ان اللي بيهاجم في كل الوقت ده اللي بيهاجم ما كانش فاهمين، كان عن جهل، كان طريقه تجديف على الروح القدس معناها رفض عمل الروح القدس حتى النهايه. اللفظ اللي انت قلتيه على الروح القدس او اللفظ اللي قاله فرتان مش هنختلف في طريقه التعبير، بس كده كده في حد ذاته خطأ ديني. هو اعترف بخطأ قدام الناس دلوقتي كلها في البث وقال انا ما اقصدش كذا، وقال ان هو كان بسبب كذا، وانت برضو كان بنفس الوقت كان رد فعل لحاجه معينه. الله الروح القدس يعني بسبب اشخاص بقينا نخبط في الله وسايبين الاشخاص. خلينا نقبل العتاب من بعضينا، وبشوي لو عايز تطلع تعاتب على النقطه دي اوكي انا مفيش مشكله، تمام. عايز انا تعاتب بس على النقطه عايزه اقول دي كلمه، مفيش مشكله. عايزه اقول حاجه تانية خالص، عايزه اقول ان في اطفال جوه الكنائس هم مش مؤمنين حقيقيين،
وفي كهنة زي ما الأخ برتان قال إن هما ما بيطلعوش بفلوس، ما بيطلعوش من باب الكنيسة غير بفلوس، وما بيناولوش الناس غير بفلوس، والكلام ده تمام. كله بس تمام. وهو قال إن بفلوس، بس مش كل الناس كده. إحنا لما نيجي نتكلم نتكلم عن شخص، ما نتكلمش عن كنيسة كاملة، عشان مش كل الناس كاملة. ايوه ده كان اتفضل برضه، كان لا طلع شويه في النقطه نقول دي كده انا عايزه في النقطه دي برضه تمام. يعني يعني بعد انا ما لما خلصت. اجي اتكلم اقول دكتور اغسطينوس بياخد هدايا، بس انجلينا ما بتاخدش هدايا، والاثنين من نفس الطائفه، والاثنين من نفس تمام الفكر تمام. مثلا يعني انا بس يا همثلها كده جماعه، انا اكتر باخد هديه يا جماعه، حاجه. انا باخد هديه، اللي عايز يحول لي هديه بمليون دولار، لو ب 2 مليون دولار انا راضي. هتتفهم غلط، هتتفهم غلط. انا قصدي ان الناس بتقدم لحضرتك هدايا، وانا ما حدش بيقدم لي هدايا. هل انا وانت مختلفين؟ لا طبعا مش مختلفين تمام. لا، تمام اتاخدت ان الطائفه كلها بتعمل كده، اتاخدت ان كلنا بنعمل كده الا الكنيسه الانجيليه تمام. وده مش حقيقي، عشان انا كمان اعرف بص يا ناس او جماعة، مستوى شخصي في الكنيسه الانجيليه ما بيقولكش صباح الخير غير لما بتدعم، بس مش هقدر اقول ان الكنيسه الانجيليه كلها. بص يا جماعة، بص يا جماعة، مفيش راجل دين مسيحي ولا غير مسيحي ما بياخدش تبرعات، عشان أريحكم كلكم. بس الفكره يا دكتور مش ما بيروحوش غير بفلوس، يعني مش هيطلع معاك غير لما تديله فلوس، مش بص هيجيلك إنجليم بيه. بصراحة، حتى التناول، حتى التناول كمان بفلوس، يعني الكلام ده مش مظبوط. بص كوين سارة ردت عليكي وعماله تبعت لي هدايا، شكرا يا كوين سارة، انا يعني فرحان جدا. الدنيا بتشي وبتغزي ده ليا انا. قالك انت لا 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 لا، عارف ابعتي يا لي انا، اكيد ابعتي لي انا. كفايه. وماري كمان، وانا كمان مارو، بنتي كمان بعتت لك انتي، انتي صندوق، انا صندوق وانت صندوق، دكتور اغسطينوس صندوق. بقينا بص يا اغنياء دكتور. انجل، بس هي خلينا الفكره، انا نتكلم. مش قصدي، انا قصدي ان انا لما باجي اقول بقول شخص معين. يعني انا لما بقول عندي مشكله في كنيستي تمام، هل الكنيسه